السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصرع وإصابة 25 شخص. الصحة تعلن ضحايا سقوط أتوبيس في ترعة بالدقهلية. أعلنت وزارة الصحة والسكان مصرع 19 مواطنا وإصابة 6 آخرين كحصيلة مبدئية جراء حادث سقوط أتوبيس في ترعة الرياح التوفيقي بمحافظة الدقهلية صباح اليوم السبت 12/11/2022. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع ب 18 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل لخمس مصابين إلى مستشفى أجا المركزي ومصاب واحد إلى مستشفى المنصورة الدولي، ويجرى متابعة باقي الحالات. سنوفيكم طبعا بأي أخبار جديدة عن هذا الموضوع. من فضلك اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وأشكركم جزيل الشكر.